ويا خويا خويا رديت رديت يمي الوالي. السلام عليكم، عظم الله اجرنا واجرك. اول بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. اول ما عجي مولانا صاحب العصر والزمان بهذه المصيبه ابا عبد الله الحسين سلام الله عليه، كلمه بحق هذه الحشود المليونيه المتجهه الى كربلاء اللي يحاولون ال اميه بان يمحون هذه الحشود. والله انا ادعي من الله سبحانه عز وجل من اهل البيت بهذا اليوم المبارك ان يوحد الصف العراقي وان ينصر شيعه امير المؤمنين على الدواعش وعلى السياسيين الدواعش. الله يحفظك الله يسلمك. الله خدمة المواكب وخدمة للزوار شلونها بالطريق؟ والله خدمة المواكب الحمد لله والشكر من فضل الله واهل البيت ما قصروا. هذا الكرم الحسيني الموجود والله ابذلوا ما يمكنون المواكب الحسينية ما قصرت. الإمام الحسيني يستاهل معدنا كل غالي وكل نفيس، وما موجودة هاي الخدمة فهو قليل بحق الإمام الحسيني، قليل بحق زوار الإمام الحسيني. والله قليله صحيح مثل ما فضل قليله بامام الحق. بس ما حد مقصر ان شاء الله، بس احنا نسال الله نلتزم بهذا الشيء بهاي المسيره بصلاتنا بامانتنا بكل شيء. اكيد كلمه بحق ابطالنا القوات الامنيه وابطال الحج الشعبي. والله ابطالنا الحج الشعبي والقوات الامنيه ندعي لهم ان الله واهل بيت الرحمه ان ينصرهم ويسترهم ويرحم شهدائنا ويشافي جرحانا ونصرنا على القوم الكافرين ان شاء الله. الله يحفظك يا ابو رحمه الله والديك. الله يسلمك. يا حيال من رجعنا طلعنا وعيفناها الحيو جينا لقيناها كبيو رديت يمي الوالي والياين بالطف راحت واللي رايح بالهم صاحب. السلام عليكم، عظم الله اجرنا واجركم. الله عظم الله اجركم واجرنا. كلمه بحق هذه الحشود المليونيه المتجهه الى كربلاء اللي يحاولون اتباع ال اميه بان يمحون هذه الحشود. والله هاي هاي زيارة ما حد يقدر يمحيها، هاي تبقى إلى الأبد، يعني هاي ما بها مجال، يعني هاي الزيارة مستمرة إلى يوم ما يبعثون، ما بها مجال، هاي الزيارة مستمرة، هاي ما حد يقدر لا بني أمية ولا غير بني أمية يعطل هاي الزيارة أو يمسحها أو يمحيها، مستحيل تبقى هاي إلى أبد ما طول إحنا موجودين بالدنيا وناس تجي ورانا، فهي مستمرة يعني تبقى. الدافع اللي يخليك تمشي هذا الرسول
والله تضحية الإمام الحسين سلام الله عليه، هو ضحى بكل شيء بعائلته بكل شيء، ضحى من أجل الدين، هو ضحى الإمام الحسين سلام الله عليه، يعني لا من أجل الدنيا ولا من أجل مال. كل ما نزل إحنا حق الإمام الحسين فهو طريق إلى الله، هذا إنه هو تقربا، هو تقربا لله سبحانه وتعالى. يعني هذا الشيء تم تسويه، تسويه لمن؟ تتقرب ويا رب العالمين عن طريق أهل البيت. الإمام الحسين خرج من أجل الإصلاح، من أجل القضاء على الفساد. نعم نعم. هذه الشعيرة نحاول أن نجدد العهد الإمام الحسين. إن شاء الله إن شاء الله. نعم نعم. الله يحفظك يا أبو رحمة الله عليك، شكرا لك، الله يسلمك، رحمة الله عليك، الله يرحمك. رجعنا يا الأكرام يمكم بهاليويو والعيلي صيح بويا يا مظلوم والعيل يصيح بويا يا مظلوم النسايك هاي حجاية لا والله للموت انت وياي النسايك هاي حجاية للموت انت وياي والسيف ما ترضى الجاية جينا لقيناهك بويو رديت يم الوالي رديت ويا عيالي رديت يم الوالي رديت ويا عيالي بالطف خلينا بدور جينا لقيناهك تايم هذي وياها اي تايم يا ويلياها اي تايم هذي وياها دنينا الاهل يصدوا جينا لقيناهك بويو رديت يم الوالي رديت ويا عيالي رديت يم الوالي رديت ويا عيالي والله بالطف بالطف خلينا بدويو جينا لقيناهك بويو بالطف خلينا بدويو جينا لقيناهك
عظم الله أجرنا وأجرك يما. وأجرك يا يما. الأجر الجميع إن شاء الله، كل جاي، كل شيء جاي لبا عبد الله قاصد الحسين. يما منين جاية؟ من دوانية. رايحة لا كربلاء. جاية للجد الحسين. زينب. أعزي عائلة الحسين جاية للأربعين. الدافع اللي خليش تمشين هاي المكان؟ والله حب الحسين وحب زينب، حب أهل البيت كلهم. يما قبل شوية أنت قاعدة على العربانة، قبل شوية شفتك تقولين للبنية اللي وياك تقول لها خلي أرد أنزل أرد أمشي، الدافع اللي خليش تتصرفين هذا التصرف؟ أريد خطوات لبا عبد الله حتى رب العالمين يسجلهن إلي. وأنا أخيت الحسن يعني أجي بهذا الطريق وساعدني شوية. يما كلمة الحق، قواتنا الأمنية البطلة، قوات الحشد الشعبي إن شاء الله ينصرهم، ينصرهم على كل عدو. ادعي لهم وإن شاء الله لا كمشت الشباش إلا أدعي لهم كلهم الجميع. الله يحفظكم. أيوة. شكرا للشيما رحمة الله عليك. الله يحفظكم إن شاء الله. الله وديت ويا عيالي، وديت ويا عيالي، رديت يم الوالي، رديت ويا عيالي، يلا بالطف خلي.